أهلا بكم. تسعى جميع الأمم إلى العناية بالأطفال بشكل عام، تلك الشريحة المهمة التي تشكل النواة واللبنة الأساس في بناء جميع المجتمعات. لكن الحروب والصراعات حول العالم أثرت سلبا على الأطفال بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن زيادة أعدادهم التي تنذر بكارثة إنسانية، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن وجود أو وصول أعداد الأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم إلى نحو 37 مليون طفل نهاية العام الماضي، منذ الرقم الأعلى بعد الحرب العالمية الثانية، إذ يعد هذا الرقم هو المرتبة الثانية من حيث المستوى. أطفال العراق شملتهم معاناة النزوح والتهجير القسري وبشكل كبير مضطرهم لترك مقاعد الدراسة والعمل لكسب قوتهم أو التسوق. فما هي الآثار المدمرة لعمليات التهجير والعنف بحق أطفال العراق؟ ومن هي القوى التي تسعى لإدامة عجلة التهجير لتحقق الرقم الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية؟ وما تداعيات عمليات التهجير على الأجيال الحالية والقادمة وخاصة في العراق؟ نناقش مشاهدينا الكرام هذه المحاور في حلقة اليوم من برنامج تحت الضوء بعنوان الآثار المدمرة لعمليات التهجير على أجيال العراق والمنطقة، مع ضيوفي الكرام. ضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، مرحبا بك دكتور جاسم. وأيضا الأستاذة أمال الضفيري الناشطة الحقوقية، والأستاذ محمد عماد مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان معنا عبر الهاتف. مرحبا بضيوف الكرام. إذا مشاهدينا الكرام، قبل البدء بالحوار نشاهد هذا التقرير، كونوا معنا. الأطفال هم مادة المستقبل التي ستبني وتقود المرحلة القادمة من حياة البشرية، وبهم ترسم خريطة العالم، إلا أن ثمة حيف وظلم وانتهاك كبير تتعرض له هذه الشريحة المهمة من المجتمع، حين يسرق التهجير والنزوح براءة الأطفال ويخطف ابتسامتهم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أعلنت عن وصول أعداد الأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم إلى نحو 37 مليون طفل نهاية العام الماضي، ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة الصراع والعنف والأزمات الأخرى حول العالم. ومن هؤلاء الأطفال نحو 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء، وما يقرب من 22.8 مليون طفل مشرد داخليا بسبب الصراع والعنف والحروب المستمرة في بعض الدول. أطفال العراق كان لهم النصيب الكبير من التهجير والنزوح داخل وخارج بلدهم لأسباب طائفية سياسية أمنية، بينما أقرت وزارة الهجرة والمهجرين الحالية بأن منع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية يعود لمشاكل سياسية وأمنية، فيما أشارت الوزارة إلى أن النازحين الموجودين في المخيمات لا يوجد بحقهم أي مؤشرات أمنية. تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أشارت إلى أنه على مدى السنوات الخمس الماضية قتل أو شوه ما لا يقل عن 519 طفلاً في العراق نتيجة النزاعات وبسبب الذخائر المتفجرة. يبدو أن ملف النازحين والمهجرين قسرياً في العراق، لا سيما الأطفال منهم، ليس من أولويات الحكومات المتعاقبة في بغداد، حيث لا يزال مئات الآلاف منهم سجناء في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الإنساني، فضلا عمن شردوا مع عائلاتهم خارج العراق. إذن نبدأ معك دكتور جاسم، كيف تقرأ تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن هذه الأرقام التي تحدثت عن أرقام ضخمة ومهولة، يعني 37 مليون طفل ضحايا النزوح وضحايا العنف والحروب والصراعات؟ نعم، شكرا لكم جميعا. أنا أعتقد أننا حينما نتابع حالة الأطفال في عموم العالم نتأكد بما لا يقبل الشك أن الكثير من الشعارات التي ترفعها الدول المتقدمة هي شعارات مزيفة. تخيل معي الطفل الأفريقي الذي يموت
من الجوع ولا يجد لقمة خبز يمكن أن تبقيه على قيد الحياة. وبالمقابل تخيل معي يعني الشركات الكبرى التي ترمي بأطنان الحبوب في المحيطات من أجل الحفاظ على أسعار هذه المواد الغذائية في السوق العالمي، وبالتالي حقيقة نحن أمام أزمة إنسانية هي التي سببت هذا الذي نحن فيه. وإلا فأعتقد أنه الغذاء الموجود في الكون هو كافي لكل الناس، وبالتالي حينما نأتي على هذه القوة الشريرة، هذه القوة الشريرة تعمد إلى المجاعات، يعني افتعال المجاعات وأيضا افتعال الحروب. ما جرى في العراق يعني ليس جديدا، حتى لو افترضنا أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وهذا الأمر غير موجود، ما جرى هو كان أمر مخطط له من أجل استراتيجية أمريكية دولية في المنطقة، وبالتالي أدخلوا العراق في دوامة الاحتلال منذ عام 2003. وقبلها كما تعلم بعد غزو الكويت كانت الكارثة الكبرى، وفقد العراق الآلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال بسبب نقص الدواء والغذاء. وعليه هذا الذي نراه اليوم من تهجير، والذي هو كما تعلم انخفضت بعض يعني معدلاته بسبب يعني رجوع بعض العوائل نتيجة الإهمال الموجود في مخيمات النزوح، واضطروا للعودة على اعتبار أن هم في كلا الحالتين يعيشون في بؤس وشقاء. وعليه أعتقد أنه الحالة الإنسانية مفقودة في قضية التعامل مع الطفل. الطفل هو الإنسان الذي يبلغ من العمر ما بين 4 إلى 9 سنوات، والرضيع هو ما بين الساعة أو الثانية وأربع سنوات. حينما نتحدث عن إنسان يبلغ من العمر 4 إلى 9 سنوات، هذا يعني أننا نتحدث عن كائن ضعيف، يعني بالمحصلة هو بحاجة إلى من يهتم به ويرعاه. أما حينما يكون هذا الكائن الضعيف أصلا في مخيمات هي مفتقرة إلى أبسط مقومات الحياة، يمكن حينها أن نتخيل حجم الكارثة. مثلا على سبيل المثال إحصائيات يعني اللجان الحقوقية العراقية تقول أن في العراق هنالك 700,000 طفل عراقي في قطاع العمل، بينما هذا الطفل ترك مقاعد الدراسة وذهب من أجل أن يعيل عائلته. إذن نحن أمام أزمة إنسانية، هذه الأزمة الإنسانية هي التي دفعت إلى هذا التقرير الدولي، وأنا أعتقد أنه في كل الأحوال تبقى الأمم المتحدة مشاركة بشكل أو بآخر للأنظمة المهملة لشعوبها، على اعتبار أنها لا تنقل الحقيقة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي تبقى الصورة وردية أمام العالم، ما لكن الواقع هو مع الأسف يعني الأمم المتحدة لا تنقل سوداوي وغير واضح. يعني الأمم المتحدة هي مقصرة بنقد الصورة بشكل حقيقي لحد الآن. اللجنة الدولية للأمم المتحدة اليونامي والتي جاءت أصلا لمساعدة العراق، أنا أعتقد أنها مقصرة في أداء واجبها، وبالتالي حينما تحدثنا مع بعضهم قالوا أن الآن دورنا هو فقط في كيفية الترتيب ما بين القوى المعارضة والحكومة، يعني فتح الباب للعلاقات مع الحكومة وليس نقل صوت القوة أو الكيان المعارض للعالم. وبالتالي هنا تكون الأمم المتحدة يعني لا تملك الحيادية في هذا الموقف، وبالتالي يفترض أن يكون الموقف من المنظمة الدولية أو موقف المنظمة الدولية يفترض أن يكون موقفا محايدا، وهذا الأمر نعم. الغالب غير موجود. نعم أستاذة أمال الظفيري الناشطة الحقوقية، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذة أمال. ما هو حجم الانتهاكات بحق الأطفال المهجرين والنازحين في العراق لا سيما في المخيمات؟ مرحبا بكم. احنا عندنا يعني نوعين من الاطفال المهجرين بالعراق. عندنا النوع اللي هو عنده عائله وعنده
يعني وعنده شهادة ميلاد وتهجر من منطقته لأسباب مثلا نقول يعني مثل ما يقولون هم تحرير وما شابه ذلك. وعندنا نوع ثاني من الأطفال المهجرين اللي هم يحسبوهم أولاد يعني على أساس أنه أولاد الناس اللي كانوا مشاركين بداعش. هذول الأطفال مثلا ما عندهم شهادات ميلاد، ما عنده شهادة ميلاد يعني ما يأخذ لقاحات، ما يعني ما يدخل مدرسة، ما يعني حتى لو كبر شنو ما يشتغل، ما يقدر يتزوج، محروم ما عنده أي وثيقة بالكامل. نعم بالضبط ما موجود هو على وجه الكرة الأرضية. يعني هذا بحد ذاته قنبلة موقوتة. فهذول هم متجمعين بمكان غير المكان اللي احنا يعني بدي اتكلم عن العوائل اللي هي اصلا ما محسوبة على انه ابائهم من داعش. هذول بغير مكان، هذولك اصلا قلت ما موجودين اصلا على وجه الكرة الارضية. هذول هم الكارثة او القنبلة الموقوتة. من المسؤول عن ضياع حقوق الاطفال في العراق وهم اجيال المستقبل؟ اول شيء مثلا انا شفت هنا بالسويد او الدول الاوروبيه اخذت الاطفال اللي طفل اذا امه او ابوه عنده الجنسيه راحت اخذتهم وتم اعاده تاهيلهم. المشكله بالعراق وعندنا مشكله بالدول العربيه ترفض تستلم هؤلاء الاطفال وعايفيهم هذول متروكين. هذول هم القنبله الموقوته اللي راح يستعملوهم بعدين حتى يزعزعون في حين هم بالحقيقة هم اللبنة الأساس لأي نهضة اجتماعية وأي نهضة اقتصادية. بالتأكيد. طيب إحنا الأطفال اللي هم أصلاً عندهم شهادات ميلاد وهذا حتى هو راح هسه صار كم سنة يعني هو راح طفل بهذه وأطفال مولدوا بهذه المخيمات. هذول قاعدين راح يبقون إلى ما يجينا قرار سياسي انه هذول نرجعهم لبيوتهم. القرار السياسي وليس لا امني ولا هناك ولا يوجد اي مشكله، القرار سياسي بالدرجه الاولى. هذا مقصود انه هذول يبقون مهجرين ويبقون يستعملوهم. شوف اذا صارت انتخابات راح نرجع المهجرين وهي الناس تفرح تنتخبهم بعدين الموضوع ينسد. امر مؤسف ان يتحول ملف الاطفال على الاقل بين قوسين الى موضوع سياسي ومن اجل تحقيق مكاسب سياسيه مستقبليه، ويترك تترك هذه المادة المهمة وهي هذه الفترة فترة القوة التي ممكن أن تكون قوة اقتصادية لأي بلد. لذلك تستقطب الدول الأوروبية الأطفال من العالم العربي، في حين أن ما يحدث في العراق تحديدا هو إزهاق للطاقات وإزهاق للمستقبل. اسمح لي فقط أستاذة أمال أن أنتقل للأستاذ محمد عماد. أرحب بالأستاذ محمد عماد مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكايلاين لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بكم. برأيكم أستاذ، ماذا يترتب على الحكومات المتعاقبة في العراق من الناحية القانونية وهي التي تسببت بتهجير ملايين العراقيين بأطفالهم بأجيال المستقبل ولم تحرك ساكنا لإعادتهم إلى مدنهم؟ نعم، في البداية تحية لكم ولضيوفك الأكارم، ودعني أنطلق من سؤال حضرتك وأبني على ما تفضل به ضيوفك في الحديث عن أطفال العراق بشكل مخصص، كون أن الأطفال النازحين في العراق تعرضوا عبر حقب تاريخية متتالية وحكومات متتالية كما تفضلت حضرتك في سؤالك عن ما تعرض له الأطفال. دعنا نؤكد هنا على أن الحكومات المتعاقبة في العراق وكأنها أخذت قرار غير مباشر أو قرار غير معلن بأن يستمر هذا الملف مطولا، وهنا أقصد ملف النزوح بشكل عام وما يترتب عليه بشكل خاص على الأطفال كونهم هم الشريحة الأكبر إلى جانب النساء. عندما نتحدث عن الأطفال العراقيين والأطفال النازحين في العراق فنحن نتحدث عن ملف ومسلسل طويل من الانتهاكات لا يمكن البدء ولا الانتهاء به حقيقة. عندما نتحدث عن أطفال لا يجدون الطعام والاحتياجات الأساسية والدفء، لا يجدون المكان داخل مخيمات النزوح والمعاملة غير الآدمية، هذا أولا. ثانيا ما يجري من انتهاكات متواصلة بحق أرباب أسرهم وعوائلهم وحرمانهم أيضا من التعليم والصحة وتلقيهم
الدروس، وكان في فترة أيضا كورونا من الحصول على اللقاحات للعديد من الأطفال كما تفضلت ضيفة حضرتك، كون أن مجموعة من الأطفال ليس لهم عائلات وغير مقيدين، وهذا قضية أخرى أن الشخص أو الطفل يفقد كل حقوقه الأساسية التي كفلها الدستور العراقي بالمناسبة والقانون الدولي. أضف إلى ذلك، وهو ما نجده بشكل متكرر عبر تصريحات رسمية من قبل مسؤولين في الحكومة العراقية عن إعادة النازحين ومن ضمنهم الأطفال، لكن هذا الملف للأسف يأخذ الحيز السياسي أكثر من كونه حيز قانوني يطبق على أرض الواقع، بمعنى أنه في أي عملية انتخابية، في أي تنافس سياسي يتم بين الأطراف هنا وهناك، حتى بعض أعضاء البرلمان هنا وهناك أيضا يحاولون الترويج لهذا الموضوع وكأنه مكسب سياسي أكثر من أنه قضية إنسانية. نحن نتحدث عن تداعيات خطيرة. المشكلة أن هناك أيضا اعترافا من وزارة الهجرة والمهجرين، يعني أن منع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية يعود إلى مشاكل سياسية وأهداف سياسية ومكاسب سياسية وأمنية، ولكنها يعني أشارت في ذات الوقت أن النازحين الموجودين في المخيمات لا يوجد بحقهم أي مؤشرات أمنية. يعني هذه الاعترافات من وزارة، لماذا لا يتم إعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم؟ الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها، ذكرت الأستاذة أمال قبل قليل أن هناك أهدافا وراء ذلك، برأيك يعني ماذا يقصد بمحاصرة وإزهاق طاقات أطفال هم لبنة المستقبل في العراق؟ ما هي الأهداف التي تقف وراء ذلك؟ من هي القوى المستفيدة من ذلك؟ نعم، عندما نتحدث عن هذا الموضوع ونتحدث بشكل واضح، هناك قرار غير معلن بإبقاء هذا الملف لمكاسب سياسية أولا، وهذا أمر أصبح لا غبار عليه من حيث الخطابات السياسية وتراشق الاتهامات بين الأطراف السياسية في العراق. أضف إلى ذلك تباطؤ عملية إعادة الإعمار في الكثير من المناطق التي انتهى بها الصراع، بمعنى أنه حتى عندما كان هناك قرار في بداية هذا العام للإعادة القصرية وإغلاق مخيمات النزوح، لم يتم إعادة إعمار المناطق. لا يستقيم المنطق منذ البداية أن تتحدث عن إعادة قصرية وتفريغ المخيمات من النازحين ومن اللاجئين وأنت لم تعد إعمار هذه المنطقة. بالمحصلة، إلى جانب هذا القرار الذي كان في بداية العام، إلى جانب الادعاءات أو المصالح السياسية، هناك نتيجة واحدة، أن هناك هدف حقيقي أو هدف إلى الآن لا يفهم من تغييب مصلحة الأطفال الأساس الأصيل لأي مجتمع، وهو الحفاظ على أطفاله وإعطائه كافة الحقوق الأساسية من تعليم وصحة أملا في تحسين هناك. ألا يوجد هناك قانون دولي يضمن حقوق الطفل في العالم؟ لماذا فقط حقوق الأطفال في المنطقة العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص ضائعة؟ نعم، عندما نتحدث عن القانون الدولي فهو أفرد في اتفاقية حقوق الطفل وأيضا ضمن في العديد من الاتفاقيات الأساسية، ونحن نتحدث عن الشرعة الأساسية لحقوق الإنسان، وهنا نقصد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن قبلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الثلاث الاتفاقيات الأساسية لمعظم الاتفاقيات الدولية إلى جانب اتفاقية حقوق الطفل وحماية الطفل والنساء في النزاعات المسلحة وغيرها، أكدت بشكل تفصيلي على كافة الحقوق الواجب حمايتها، بمعنى أن القانون الدولي نعم أقر الحماية الدولية للطفل، لكن عندما نتحدث عن تطبيق هذه الآليات الموجودة في الاتفاقيات الدولية فنحن نصطدم بواقعين أو بأمرين. الأمر الأول هو أن الأساس المسبب بهذه الانتهاكات هي للأسف أطراف داخلية داخل العراق، بمعنى أنه لا تستطيع حتى كمؤسسات دولية عندما يتم حشد والتواصل والضغط مع أفراد من الحكومة أو من أعضاء الحكومة أو حتى مع رئيس الوزراء وغيرهم، هم بالأساس بعضهم هناك في أشخاص متنفذين في اتخاذ المنحة غير الجيد تجاه الأطفال أو في اتخاذ هذه الانتهاكات. هذا أولا. ثانيا، المجتمع الدولي أيضا يتحمل مسؤولية كبيرة أو جزء من المسؤولية في تقاعسه عن ما يحدث للأطفال داخل العراق، لأن التقارير التي تصدر من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان سواء كانت العاملة في العراق أو على المستوى الدولي أرفضت في العديد من المناسبات تقارير دولية وأرسلتها إلى المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان وأيضا المقرر الخاص بحالة لا تنقل الحقيقة بشكل دقيق مثلما أيضا تفضل الدكتور جاسم. اسمح لي فقط أستاذ
محمد عماد، سأعود إليك مرة أخرى. أنتقل للأستاذ جاسم الشمري ضيفي في الأستوديو. أستاذ جاسم، بالتأكيد بلا شك أن هناك آثار وانعكاسات نفسية في على الأطفال في العراق نتيجة تعاملهم على أنهم يمثلون خطرا، وهذا الإحساس موجود لدى كل طفل موجود في المخيمات، ومنهم من يتحدث ببراءة يقول يتهموننا أننا داعش. هذا الأمر بالتأكيد سوف يرسم مستقبل غامض بالنسبة لهؤلاء الأطفال. بالتأكيد هناك تداعيات نفسية، كيف ستنعكس على مستقبلهم الذي يسوده الظلام الدامس؟ يعني هو أنا أعتقد حينما ننظر للمسألة ربما يمكن أن ننظر لها منذ عام 2003، وهنالك عوائل عراقية هاجرت بالتسعينيات القرن الماضي. لنترك هؤلاء ونتحدث ما بعد الاحتلال. يعني الكثير من أطفالنا خرجوا وهم كانوا صغارا، وبالتالي اليوم هم شباب، وحينما تحدثهم عن العراق ربما لا يعرفون العراق لأنهم نشأوا في بلدان، في الأردن، في تركيا، في سوريا، في دول الجوار يعني. وهنالك من نشأ في دول أجنبية، والدول الأجنبية كما تعلم هي لا تمنح اللجوء من أجل قرة عيون عراقيين، وإنما هنالك يعني جذب لهذه الطاقات، وبالتالي بالمقابل هنالك فقدان جذب لهذه الدول وفقدان من دولنا. القضية لا توجد نظرة عميقة من السياسيين لهؤلاء اللاجئين، وبالمقابل مع الأسف هنالك نسبة ليست قليلة من المهاجرين العراقيين يعني كأنه تبرعوا من العراق، وبالمقابل الحكومة ارتاحت منا جميعا وكأننا غير موجودين. حتى في الانتخابات الأخيرة لم تشرك المهجرين في الخارج في هذه الانتخابات بغض النظر، ليسوا عراقيين، وكأنهم ليسوا من العراق. وبالتالي أنا أتحدث هنا عن حالة ديمقراطية وليس عن الموقف من العملية السياسية. نعم. وعليه هذه الحالة من الفوضى السياسية، حينما تتخيل معي طفلا من الأطفال، لاحظت في الصورة الآن طفلا بجانب حي سكني، هو في كامب ومحاط بالأسلاك الشائكة، وبجانبه حي سكني عادي، وهذا الطفل ليس مجرما. يعني أنا لو فرضنا أنه سين من الأطفال والده من المجرمين، كان من يكون، ما هي جريرة هذا الطفل؟ لا يوجد قانون ولا شرع ولا عرف يجرم هذا الطفل. المجرم هو الفاعل وليس أبناء الفاعل ولا زوجته، إلا إذا كانت يعني البالغين كانوا مؤيدين له، هنا يكون عليهم حكم مخفف ولا يكون عليهم حكم الفاعل الأصلي. حينما تشاهد مثل هذا الطفل ويرى أنه نشأ ونمى في كامب، في معسكر، ليس مثل الأطفال الباقين، هذا الطفل سينمو نموا عدائيا، وبالتالي ربما هم يريدون محاربة الإرهاب، ربما هذه البيئة المعسكرات هي بيئة حاضنة لتنشئ جيل حاقد على الدولة. بغض النظر أنا أتكلم بعموم الدولة، ليست عن العراق، أنا أتكلم بأي دولة. أمال أيضا هذا الطفل الذي لا يجد فرصة للتعليم، لا يجد فرصة للدواء، لا يجد فرصة حتى للعب، لا يجد فرصة يعني الاحتفال بالأعياد وغيرها، لأنه في داخل معسكر. هل تتصور أنه هذا الطفل ممكن أن ينشأ نشأة صحيحة؟ بالطبع. لا يوجد عاقل ومتفهم يقول نعم. القضية هم، وأقصد هنا غالبية السياسيين، يشاركون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنشئة نوعين من الأجيال العراقية. النوع الأول هو النوع الذي لا صلة له في العراق، وهم غالبية الشباب يعني أبنائنا الموجودين في خارج العراق. والنوع الثاني غالبية أطفال اللي موجودين في المعسكرات سينشؤون نشأة ناقمة على الوطن. وهذا الأمر في كلا الحالتين، في حالة الخارج وفي حالة الداخل، نحن نأكل من ضفة الوطن. لأننا حينما نتحدث عن وطن هنالك فرق بين أن تتحدث عن وطن وعن عملية سياسية. الوطن ثابت، والعملية السياسية ممكن أن يكون اليوم القائد غير مرغوب به، لكن ممكن غدا يكون قائد مرغوب، وبالتالي
هل سيعود هؤلاء إلى الوطن حينما يكون قائد مرغوبا؟ أنا أعتقد لا، يعني أشكك بهذا الأمر، لأنهم سيكونون في مجتمعات، وأنا أقصد هنا الذين هم في خارج العراق، سيكونون في مجتمعات أخرى، نشأوا في أجواء أخرى، في ظروف أخرى، يحملون الجنسية الأجنبية، وعليه أنا أعتقد أن هنالك مؤامرة كبيرة على العراق وليس على الأطفال فقط، مؤامرة تخلق يعني نوعين من الأجيال، الجيل الأول هو المهجر الذي لا علاقة له بالعراق، والجيل الثاني هو الجيل الذي يكون أرض خصبة لأن يكون إرهابيا بين قوسين أو ناقما أو حاقدا. من الخطورة أن تكون هناك يعني مسار الأطفال ومسار النشء والجيل يكون مرتبط وبشكل 100%. أنا هنا لا أتكلم عن الحقوق الطبيعية. الحق الطبيعي هو التعليم، الدواء، السكن، هذه حقوق طبيعية وليست منا من الدولة. مصائر هؤلاء الأطفال أنهم يعني تتحكم بهم حكومات لا تعترف بهذه الحقوق أصلا، يعني حكومات توصف من قبل السياسيين أنفسهم بأنها حكومات ساخرة، يعني دول العالم تسخر منها. يعني ما يحصل في العراق الآن ظلم كبير للطفولة والأطفال في العراق. أستاذة أمال، بالعودة إليك مرة أخرى، تعتقدين أن دور المنظمات الحقوقية والإنسانية يكفي لإنصاف الأطفال المهجرين والنازحين؟ ومثل ما تفضلتي وصفتي أن ما يتعرض له الأطفال من ضغوط نفسية ومن اتهامات مبطنة جعلهم قنبلة موقوتة بدل أن يكونوا يعني لبنة للنهضة. سؤال جيد. أنا أريد أنوه على شيء. مات الإنسانية وظيفتها فقط تكتب تقارير، يعني هي وظيفتها غير، مو وظيفتها تحل محل الدولة حتى تنقذ، لا، هي وظيفتها تنقل تقارير للأمم المتحدة، لليونيسيف. نعم نعم، هي وظيفتها تنقل تقارير، فإحنا لا نعول كثير عليها. مثلا هسنتيك مثل أطفال أوكرانيا، روسيا بدأت تنقلهم إلى داخل روسيا، والأمم المتحدة ما تعرف أصلاً شو قاعد يصير بأطفال أوكرانيا. يعني قامت تنقل مثلاً الأطفال اللي هم أصلاً بدار الأيتام، نقلتهم إلى داخل موسكو، والأمم المتحدة ما قدرت تتدخل. الأمم المتحدة شنو وظيفتها؟ تقول لهم رجاءً وفروا لهم أكل، وفروا لهم صحة، وفروا لهم تعليم، هذه وظيفتها. مو إلزامية أبدا، فإحنا رجاء لا نعول كثير، ودائما نقول الأمم المتحدة وما أمم المتحدة، الموضوع موضوع يخصنا إحنا. إحنا نوجه كلامنا للسياسيين العراقيين وللدولة، هي اللي مسؤولة عن هؤلاء الأطفال وليس الأمم المتحدة. فالأطفال العراق مسؤولية العراقيين وليس مسؤولية الأمم المتحدة. إحنا عندنا موارد وعندنا أرض وعندنا كل شيء متوفر لنا، لكن قلت لك هو القرار سياسي، قرار طيب. قرار سياسي. أستاذ أمال، إذا كانت الحكومات المنصبة هي حكومات منصبة من قبل الأمريكان أو الاحتلال الأمريكي من خلال عمليته السياسية، هنا على من تقع المسؤولية؟ يعني هل يعني تعفى الحكومة من المسؤولية، أو يعفى من نصبها من المسؤولية، أو يعفى المجتمع الدولي الذي يتعامل بازدواجية في المعايير مع جانب الطفولة فقط على مستوى العالم؟ لا، هو احنا هذه مسؤوليه الاحتلال، لكن بما ان الاحتلال هسه قال اني طلعت، او يعني ماكو فد احتلال رسمي حاليا، بس احنا مثلا يعتبرون الامريكان احتلال لكن ما يعتبرون الايرانيين احتلال. يعني هسه الموضوع بيد اكثر بيد الايرانيين اكثر ما هو بيد الامريكان، وطبعا امريكا تتحمل، يعني هي سبب هذا الخراب طبعا 100% تتحمله. لكن هل أنت قوي بما فيه الكفاية حتى تحاسب أمريكا؟ هل أنت قوي فيما فيه الكفاية حتى تحاسب الإيرانيين؟ إحنا دولة، أكرر، ما عندنا سيادة، إحنا دولة تحت الاحتلال. يوم اللي إحنا نتحرر من هذا نقدر نحاسبهم بأي محاكم دولية. لكن مع الأسف إحنا حاليا ما عندنا غير إنه ننشر بهالطريقة برامج، نفضحهم بالفضائيات، نفضحهم بالإعلام،
هذه الطريقة الوحيدة اللي إحنا نملكها كشعب. أما كسياسيين فقلت لك هو لا يوجد قرار سياسي لحل مشكلة الأطفال وعموما الناجحين بشكل عام. طيب أستاذ محمد عماد، من هي الجهات التي يحق لها محاسبة المتسببين بعمليات التهجير والنزوح؟ نعم، هو الآن للأسف كما تفضلت الأستاذة وكما هو معلوم الآن الحكومة العراقية بما أنها هي الآن إحدى الأطراف المسببة لهذه الأزمة فلن تكون هي الحكم في هذا الأمر. الآن فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتم بحق الأطفال ومنها ما يدخل في إطار عمل المحاكم الدولية بالذات الجنائية، لأنه الآن نحن نتحدث عن انتهاكات مروعة، حرمان من الحقوق الأساسية، أيضا تدهور في الأوضاع المعيشية والصحية قد تؤثر على حياة الأطفال وعلى وجودهم على قيد الحياة. وبالتالي هذا الأمر يدخل في إطار عمل الأجهزة القضائية الدولية، هذا أولا. ثانيا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن طبعا بشكل أكثر مجلس الأمن من حقه أو من صلاحياته اتخاذ خطوات فعالة اتجاه العراق. لكن دعني أقول هنا أن الواجب الأساسي عندما نتحدث عن المثال أن الحكومة نفسها المسؤولة عن شعب بأكمل وبما في ذلك الأطفال الذين هم بالأساس هم أساس ولبنة المجتمع، أن تقوم برعايتهم وحمايتهم ومن ثم الانطلاق للحديث عن تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية والأمنية في العراق. لكن دون ذلك تتظل الحكومة والأطراف السياسية المختلفة شريكة في هذه الانتهاكات وشريكة في الجرائم التي تمارس بحق الأطفال. وعلى الإطار الآخر أو على الصعيد الآخر سيظل هذا الوضع رهين ما يجري بشكل متكرر طالما أيضا المجتمع الدولي قرر عدم التدخل الفعلي أو عدم اتخاذ خطوات جدية أو حقيقية من أجل إنهاء معاناة الأطفال في العراق وبشكل خاص الأطفال المتواجدين في مخيمات النزوح. وبالتالي هذا الأمر مركب بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الحكومة العراقية وتحمل المسؤولية ووضع أي خلافات جانبا. ونحن نستغرب إذا كانت الحكومة قد تتحجج بوجود خلافات أو ولا يوجد خلافات أو نزعات محمد. سياسية هو لا يوجد خلافات. نعم. الخلافات بين السياسيين على المناصب وعلى المغانم. اسمح لي فقط أستاذ محمد أن ننتقل للأستاذ جاسم. دكتور جاسم، من وجهة نظرك يعني الحكومة في العراق تتحمل المسؤولية الأكبر أم من نصبها أم القوى الإقليمية المستحوذة على اقتصاد العراق والمستحوذة على كل شيء في العراق ولا تريد له أن ينهض؟ يعني حينما نريد أن نتحدث عن القوى المسؤولة عن ظلم الأطفال بها العبارة يعني نتكلم بها العبارة. نعم. لأن يعني الأطفال فعلا مظلومين هم والنساء يعني بالدرجة الأولى هو الاحتلال الأمريكي. طيب. الولايات المتحدة أمريكا، ثم بالدرجة الثانية بريطانيا، ثم الدول التي دعمت هذا الاحتلال. هذا الفصل الأول من الموضوع. الجانب الآخر هو الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ عام 2005 وحتى اليوم، وبالذات القوى التشريعية على اعتبار هي جهة رقابية شعبية على أداء الحكومات التنفيذي. البرلمان هو القوة التشريعية الرقابية على الحكومة. الجهة الثالثة هو اليونامي، يعني الأمم المتحدة، يعني المجلس الأمن حينما شكل يعني فريق مساعدة العراق اليونامي لم يشكل هذا الأمر من أجل أن يعني يبني هؤلاء السادسة علاقات والحصول على هدايا من هذا المسؤول أو ذاك. وبالتالي يفترض يعني بلا صغار في إحاطتها الأخيرة يوم 17/5/2022 كانت إحاطتها أفضل إحاطة لمسؤول أممي بعد عام 2003، لأنها نقلت الكثير من الحقيقة في المشهد السياسي العراقي وبينت أن السياسيين يتصارعون من أجل المناصب. وبالتالي لو كانت كل الإحاطات وهي إحاطات دورية بهذا المستوى أعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك ضغط دولي من أجل ترميم الحالة القائمة في العراق. يعني حينما نقول أنه الأمم المتحدة غير مسؤولة هذا الكلام غير دقيق. نحن نتحدث عن حالة في بلاد العالم بأجمعه اتفق عليها.
وبالتالي حينما جاءت اللجنة الدولية جاءت بتخويل دولي، وهذا التخويل الدولي أعطاها الحق في أن تنقل الصورة الموجودة في الساحة العراقية إلى العالم. كما تعلمون الإحاطات الدورية لممثلي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وآخرها الإحاطة يوم 17/5/2022 أمام مجلس الأمن، وعليه هذه القوة مجتمعة. هذا من جانب السياسة. الجانب الآخر، لا ننسى الدور المجتمعي والدور العشائري والدور الديني ودور العائلة. يعني هذا الخمول. طيب، ما هم العشائر متقاتلة فيما بينها في الجنوب مثلا؟ أنا أتكلم عن المناطق التي فيها تهجير. هذا الخمول أو السكوت أو الركون أو الخنوع أو النضال السلبي أو النضال المزيف، هذا كله لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة. حينما نكون نحن أبناء حي أو محافظة من المحافظات ولدينا الآلاف من أبناء المحافظة، ونحن نعرف أنهم أبرياء وأنهم يعني لم يشاركوا في قتال ضد القوات الحكومية كما يقولون، وهؤلاء على الرغم من ذلك هم مظلومون ويعني متهمون بأنهم مع هذا الطرف الإرهابي. ألا ترى دكتور أن القانون هو الذي يحكم أو يحكم ذلك الأمر بفرض القانون؟ حينما يصمت الناس وحينما يتخاذل الكثير من الناس وحينما تكون نظرية الأمر يعني طالما ليس معي هذا الأمر لا يعنيني، هذه الأمر يعني ستنطبق علينا أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وبالتالي إن تمكنت في هذه المرة أن تكون في عداد السالمين ففي المرة القادمة لن تكون. وبالتالي يفترض أن تكون هنالك حالة من التلاحم المجتمعي الضاغط على الحكومة أي حكومة من أجل أن يوصلوا حقيقة الحالة القائمة. مثلا قضية الخدمات موجودة اليوم والمظاهرات التي بدأت تتنام، هذه مظاهرات موسمية يعني تبدأ مع حزيران وتنتهي بنهاية آب وانتهى الأمر. يفترض إما أن نكون أمام مظاهرات حقيقية دائمة وإما أمام مظاهرات موسمية تطالب بالماء والكهرباء. هل مشكلتنا إحنا في العراق؟ هل يعني أنا جنابك ولكن أنا سأل وعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المهجرين من العراق، هل نحن هجرنا العراق من أجل الماء والكهرباء؟ هذه إشكالية. ولكن هناك أيضا يعني ثورة حصلت بالفعل ليست في الصيف، حصلت في الشتاء أو في بداية الشتاء، صح؟ ثورة تشرين حصلت مطالبة بالحقوق. هؤلاء مادة الثورة كانوا أطفالا أيام الاحتلال، كانوا شباب يعني أطفال يعني شباب. نعم، أطفال في أيام الاحتلال بداية الاحتلال. نعم، صح. وصاروا فيما بعد ثوارا يعني يطالبون بحقوقهم، صح. أطفال ومن ثم شباب يطالبوا بحقوقهم. هل هذا، وسؤال طبعا موجه للأستاذة أمال الضفيري. أستاذة أمال، من وجهة نظرك هل الآن العراق على صفيح ساخن ممكن أن تتحول الطفولة، القنبلة الموقوتة التي كما وصفتيها ممكن أن تتحول إلى ثورة على غرار ثورة تشرين تكون متأججة ومحققة لأهدافها وخاصة أنها مطالبة بالحقوق الضائعة؟ نعم، طبعا تكلمت عن نقطة جدا مهمة أنه هناك أطفال كانوا بثورة تشرين فعلا. نعم. أنا كلمتهم وقالوا إحنا 16 و17 سنة، هذا طفل، حتى 15 سنة شاركت ثورة تشرين وتم اعتقالهم، وقبلهم تم اعتقال الأطفال اللي هم من جهة الغربية بحجة داعش وبحجة الإرهاب، وتم اعتقالهم وما زالوا في السجون. وثورة تشرين كثير من الأطفال شاركوا وهسه الآن هم شباب. نعم، غليان صاير بالشارع العراقي، لكن ما يريدون هم ينحسبون على جهة سياسية معينة. أنت دا تعرف هسه اللي قاعد يصير التجاذبات السياسية، هم ما يريدون ينحسبون يوم اللي يطلعون، ما يريدون ينحسبون على جهة معينة. لكن فعلا وأنا متابعتهم بتويتر بكل مواقع التواصل الاجتماعي، غليان 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 قاعد يصير بين الشباب العراقي، لأن هو مو بس الطفل المهجر هو مظلوم، والطفل اللي داخل بغداد وداخل المحافظات وعنده أم وأب
واللي اليتيم هذا شنو هذا تلقيه يبيع مي مثلا وقاعد بالتقاطعات، لا يبيع كلينس، لو مهزوم من المدرسة، هذا مو قنبلة موقوتة. هذا لما يشوف بالجانب الآخر منا بيوت فارهة وأطفال قاعد تروح المدارس أجنبية وهو قاعد يبيع مي مثلا بالتقاطعات. ليس فقط هذا الأمر الحر يعني أستاذ أمان، طبعا ليس فقط هذا الأمر، هناك أيضا تجنيد للأطفال في الميليشيات بحرمانهم من العمل. سوق العمل يكاد يكون مصفرا في العراق، لا يجد نعم الشاب صفر. ما عندنا صناعة، نعم ما عندنا صناعة، ما عندنا زراعة، وهذا مقصود. حتى الشاب حل الوحيد وين حتى لا يجوع، حل الوحيد هي الميليشيات، وهذا جدا صحيح. ميليشيات او بعدين مخدرات، او هي هذا الطريق عندك، يا اما تروح تبيع مخدرات يا اما راح تصير ميليشيات. نعم فعلا هذا كلام صحيح. نعم أستاذ أمال. أستاذ محمد عماد، من وجهة نظرك يعني ما السبل القانونية لمنع أو الحد من ظاهرة تجنيد الأطفال وظاهرة حرمان الأطفال من حقوقهم وتعليمهم وجميع الحقوق الإنسانية؟ هل هناك من سبل قانونية من المفترض أن تكون مفعلة دوليا أو على مستوى البلد يمكن تفعيلها؟ نعم، عندما نتحدث عن السبل القانونية في وضع الاستقرار الأمني فنحن نتحدث عن مستويين، الأول الداخلي والآخر هو المستوى الدولي. عندما نتحدث عن المستوى الداخلي حقيقة الأمر بحاجة إلى قرار حقيقي تضمنه جميع الأحزاب السياسية والأطراف السياسية في العراق، ويكون رقيب عليها البرلمان العراقي بضرورة إنشاء حكومة وحدة وطنية تحترم القانون، ويكون هناك رقابة فعلية من قبل البرلمان العراقي على أعمال السلطة التنفيذية كما كفلها الدستور العراقي. هذا أولا. ثانيا، إنهاء عمل كافة الأجهزة والميليشيات خارج إطار القانون وتقديم المخالفين منهم للمحاكمات العادلة من أجل تحقيق الردع، وبسط السيطرة الأمنية للقوات الحكومية الرسمية بعد دمجها الحقيقي وإعطائها الدورات الكافية التي تعطيها أو تعرفها بالحقوق الأساسية التي يجب هي أن تحافظ عليها وتحترمها، سواء كان حقوق أطفال أو نساء أو شباب وما إلى ذلك. هذا على المستوى الداخلي، إلى جانب تحقيق عملية الردع الداخلية من خلال المحاكمات العادلة للأشخاص خارج إطار القانون، وهذا لا يتم إلا بإنهاء عمل الميليشيات المسلحة وإنهاء أي تدخل خارجي من قبل بعض الدول هنا أو هناك حسب الأمور الطائفية، وأيضا ضمان محاسبة كافة المتورطين للوصول إلى أكبر المسؤولين على ذلك، لأن الشخص المتواجد على أرض الميدان الذي يقوم بهذه الانتهاكات وجد له من يأمر بهذا الأمر ووفر له الحماية، وبالتالي الأمر بحاجة إلى مراجعة شاملة. أما من ناحية على المستوى الدولي فهناك أيضا مستويين، الأول هو التحرك القانوني من قبل الجهات الدولية من خلال رفع قضايا على الأشخاص المتورطين والمتنفذين في الحكومة العراقية وفي الأحزاب السياسية التي تغذي هذه الصراعات الداخلية والنعرات الطائفية من أجل تقديمها للمحاكمات الدولية، وثانيا من قبل الأجهزة الرسمية الدولية، وهنا نتحدث عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذان يستطيعان الضغط على العراق بكافة الطرق القانونية التي خولها القانون الدولي للمجتمع الدولي من أجل إنهاء حالة الفلتان الأمني، وعلى الأقل ضمان إنهاء الانتهاكات وإنهاء العديد من الملفات الأساسية التي يجب أن تجد طريقها للحل، أزمة النزوح الداخلية، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، البدء بعملية إعمار داخلي، وأيضا إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل النهوض بالعراق، أو على الأقل من أجل إنهاء حالة التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي يعاني منها العراق. وبالتالي هذا الأمر يحمل شقين، لكن بحاجة إلى إرادة دولية وأيضا إرادة داخلية تسيران في خطين متوازيين من أجل الخروج من الأزمة التي يعاني منها العراق منذ سنوات. شكرا لك أستاذ محمد. أخيرا أستاذ جاسم، بعد أن صارت الطفولة في العراق مستهدفة وفي وضع خطير من وضع اقتصادي متهاوي ومن استهداف بإدخال المخدرات وإغراق العراق بها، من وجهة نظرك كيف تنظر إلى مستقبل الطفولة في العراق في ضوء صناعة الحروب التي يعني بدأت منذ عام 2003 ولم تنتهي ربما حتى الآن؟ حينما يكون أو لا يكون رئيس أو المسؤول أبا للمواطنين هنا تكون كارثة. حينما يكون المسؤول يعني يجد نفسه أمام فرصة تاريخية للثراء هنا تكون الإشكالية. السياسة تعني الاهتمام
والعناية بمصالح الناس بما يضمن لهم حياة كريمة يؤمن فيها الغذاء والدواء والسكن سوق العمل الأمن. أيضا نعم. فيما يخص حينما نكون أمام حالة مختلفة عن هذا الأمر ونجد أن مسؤولا بين قوسين كبيرا في العراق يقول أنه يفترض أن نحافظ على ثروة الدواجن في العراق وهو لم يحافظ على الإنسان، هذه الكارثة، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 900 شاب في تشرين. هنا تكون حالة الاستخفاف بالشعب حينما تجد أي مسؤول أو معمم يستخف في الشعب فاعلم أنه شريك لهذا المسؤول. المعمم الذي يحاول أن يخدر الناس بأساليب دينية من أجل أن لا يثوروا على الحالة السلبية فتيقن أنه شريك للفاسدين. الدين أي دين جاء من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم. حينما يأتي المعمم المترف الذي يركب آخر الموديلات ويجلس في القصور الفارهة ويتحدث في ذات الوقت على ضرورة الصبر وأن الصابرين له الجنة وأنه والفقراء لهم الجنة، نعم هذا كلام نحن لا نعترض عليه، هذا كلام صحيح، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل، أريد بها تخدير الشعب. وبالتالي يفترض أن ننشر الوعي الشعبي، هذا الوعي الشعبي هو الذي يجعل الجميع يعرفون ما لهم وما عليهم. أنا مواطن يفترض أن أفهم أن لي حقوقا على الدولة، هذه الحقوق الأمن، أن توفر لي حكومة عادلة، أن يكون القانون عادلا بين الجميع، أن توفر لي رغيف الخبز، أن توفر لي حبة الدواء المجاني. ونحن نتحدث عن دولة غنية ولا نتحدث عن دولة فقيرة لا تمتلك هذه الإمكانيات. هذه الحالة ليست وردية، أنا أتحدث عن 1,000 مليار دولار نهبت من العراق باعتراف المسؤولين، ورئيس الجمهورية قال 350 مليار دولار نهبت من العراق، والمليار دولار هي 1,000,000,000 دولار. يعني نقولها ببساطة، لكن هنالك دول قبل أيام قدمت مساعدات للعراق 32 مليون، والعراق منهوب منه 350 مليار دولار. تخيل معي التناقضات في الأمر. وبالتالي يبقى اللاعب الأبرز والمحور الأبرز في كل المسألة العراقية هو الشعب العراقي. يفترض بأئمة المساجد الشرفاء الذين يحترمون العمامة التي يلبسونها، ويفترض بالسياسيين الشرفاء من الذين يقولون نحن لا نرضى على الحالة السلبية، ويفترض بالقوة الفاعلة المعارضة أن تسعى لنشر الوعي بين الناس. هذا الوعي هو الذي يمكن أن يقود إلى النضال الحقيقي وليس إلى النضال المزيف. يفترض أن نكون يدا واحدة على الحالة السلبية بطرق سلمية هادئة علمية بعيدا عن الإرهاب والعنف، حينها يمكن أن نضع الفكر العراقي على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى أن تكون حكومات تحسب 1,000 حساب لكل قرار ولكل خطوة. لكن اليوم مع الأسف غالبية الحكومات تستخف بالشعب العراقي، وبالتالي يفترض أن تفهم الحكومات أن الوعي العراقي يتنامى يوما بعد يوم، وهذه مسؤولية مجتمعية دينية عشائرية تكاتفية يفترض أن نشترك بها جميعا من أجل الوصول إلى حالة الوعي المطلوب لخلاص العراق، وإلا فلن يتغير حال العراق ولو بعد 100 عام. شكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وأشكر أيضا الأستاذة أمال الضفيري الناشطة الحقوقية، وأيضا الأستاذ محمد عماد مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.